بانتظار الحلقة الأخيرة من برنامج نجوم بلا حدود، ويلي بتشهد إعلان اسم الفائز بلقب الموسم الأول ونهاية هالمغامرة التلفزيونية الفريدة من نوعها بالعالم العربي. حبينا نقدم لكم طيلة هالأسبوع ضمن يوميات نجوم بلا حدود أجمل لحظات هالموسم يلي عاشوها المشتركين وأعضاء لجنة التحكيم. عملت شيء كتير 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 حلو. يس! ايه اللي تعملت فينا ده؟ هلا انتم عم تتنافسوا طبعا ببرنامج فريد من نوعه بالعالم العربي على تلفزيون الان، هالبرنامج رح يكون من اول البرامج اللي عم بتقدم نجوم على السوشيال ميديا. قبل ما نتابع مشاهدة الفيديوهات الجديدة، رح تشوفوا هلأ المشتركين لما بيتحولوا لحكام، بيحضروا فيديوهات زملائهم، بيعطوا ملاحظاتهم عليها وبيوضعوا علامة على 10 لكل فيديو. تابعوا معنا كل التفاصيل بهالتقرير. قبل ساعات قليلة من تصوير الحلقات الأسبوعية من برنامج نجوم بلا حدود، المشتركين عندهم موعد ثابت مع محطة فريدة من نوعها بتخلي واحد من بيناتهم يتحول لحكم اليوم واحد. مرة بعد مرة المشتركين بينتظروا بحماس كبير اللحظة يلي بدهم يعرفوا فيها أي واحد منهم رح يكون الحكم. أوه فرح. وإذا كانوا بعض المشتركين غادروا الفندق من دون ما تسنح لهم الفرصة يختبروا شعور الحكم، ففي زملاء لإلهم داقوا طعم التحكيم مرة ومرتين وثلاثة. دينا مرة تاني فيها تعطيها ليوسف؟ ما فينا تعطيها ليوسف. لا لما يتم اختيار أي مشترك ليكون حكم ليوم واحد، مهمته لازم ينفذها على أكمل وجه، وأحكامه ضرورة تكون موضوعية وعلاماته عادلة. لا أكيد رح أكون موضوعية، ولكن بعض المشتركين الحكام ما بينجحوا بترك مشاعرهم الشخصية على جنب، وبالتالي محبتهم أو عدم محبتهم لمشترك آخر بتظهر على الفور بتعليقاتهم أو بنقاطهم. حاعطيها 5. الصراحة ما عجبنيش. 8 من 10. فيديو تتابعونا هن بيور توتوريال عن انترنت مين ما كان فيه يعملون. صراحة حاطي 8 لأنه كتير عجبني الفكرة. أوكي. 6. بصير أعطي 8. رح أعطي 8. بالنهاية صحيح أنه هالمحطة عنوانها حكم ليوم واحد، ولكن المشتركين بالبرنامج عارفين تماماً أنه حتى الحلقة الأخيرة الأحكام الحقيقية هي بإيد لجنة التحكيم من جهة والمشاهدين من جهة تانية. والمتسابقين لازم دائماً يتذكروا أنه بالموهبة وبالمجهود بصيروا نجوم بلا حدود.
طيب لكن خلينا نبدأ بمشاهدة الفيديوهات الجديدة اللي حضروها المشتركين خلال 48 ساعة. وأول فيديو منحضره هو لعماد مشترك عن فئة كوميديا ومهمته كانت موقع متخصص بالتكنولوجيا. طلب من عماد فيديو بيستخدم فيه 6 من فلترات سناب شات. هذا للخليج الفيديو. السناب شات انت عايزه في ايه؟ ايه يا جماعه في ايه؟ وايه اللي عامل في شكلكم كده؟ لا ابدا، اشتغلنا بس في موقع جديد للتكنولوجيا وطلبوا مننا نلبس اليونيفورم العجيب ده. سيبك انت بقى مننا وقول لنا انت عامل ايه في البرنامج الجديد بتاعك. يا جدعان انا مسحول، بيدوني مهمات عشان اعمل فيديوهات كوميديه بتبقى صعبه ومعقده. ليه يعني؟ هو مين لجنه التحكيم اللي عندك يا ولد؟ وعد وغدا التلي وتوني خليفه. توني خليفه يا ده راجل بتاع برامج سياسيه ومفيش حاجه بتضحكه بسهوله. ومن ناحيه انه ما بيضحكش بسهوله فدي صح. انت عم تحكي عني يا عماد والله وجهي كده يا عماد تزعل توني وانا اللي كنت بحبك فعلي. مش قلت لك قبل مره ما تطعمين الضحك بالمعلقه؟ ما تطعمين اياه يا زلمه. خلاص يا توني خلاص، عشان ربنا حبيبتك وعسامح الرجال والله بيحاول على قد ما بيقدر. انا ما حكيتش شعري عشانك يا توني، خلاص خلاص بقى. اهلا فيك عماد، بالمره الماضيه كنت انت وفهد المشترك عن فئه الرياضه بالمركز الاول، خلينا نشوف اليوم شو راح يقولوا الحكام. ورح نبدا معك توني، شو رايك اليوم؟ اليوم لما سمعت شو هي المهمه تبعك انا قلت انه ما راح يكون لك فضل باللي عم تعمله لانه اوريدي الكاركترز اللي عم تستخدمهم هن جاهزين وبيضحكوا بدون ما. بس بعد ما شفت التركيبة كيف ركبتها بأي طريقة جارد بال نزل خايف منك. والتوصيف اللي وصفتنا إياه بهيدي الطريقة لا اعتبرت إنه عملت شيء كتير 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 حلو. يس أنا كنت قلقان قوي بصراحة. وعاد شو رأيك؟ يعني أنا صار لي كم سنة في سناب طلعتني وحشة يا ويلك. وأنا فرحانة لا وفرحانة في الفلترات وبتكل عليهم بدون ميكو يا ظالم. صدقا اللي قالوا توني ما أقدر أزيد عليه. ممتاز غادة، حبيت حالك زيك يا عماد. هلا هلا الحمد لله. ايه اللي عملته فينا ده؟ انت فضحتنا. يعني انا قلت مثلا هتطلع بفلتر حاطط ورده قايل كلمتين وخلص الفيديو على كده، بس بجد وظفت كل فلتر في مكانه والفيديو مر بسرعه كده، وده معناها انه دمه خفيف ومعمول حلو. بس مش بكره تبقى نجم كوميدي وتيجي تتنطط علينا اخر مره. والله هسجل لك ده وهفضل يعني لو اتنططت علينا هفضل بالفيديو ده وراك وراك. كتير حلو وحبيته وانا مبسوطه منك لان انت بتتطور بسرعه وعلى طول بتضيف لكل فيديو فات. يعني الفيديو اللي فات اللي بعديه بيبقى احلى واللي بعديه بيبقى احلى. يعني برافو عليك. لو سمحتوا لا حد زبطكم تضعوا علاماتكم. طيب يا عماد خليني بشع. طيب توني اللي حطلب منك تكشف عن علامتك. انا كنت متمنى عن جد انك تطلبي مني اكشف عن علامتي لاني لاول مره رح اعطي 10. اول مره بالبرنامج حدا يعطي 10. كنت حابب اني تطلبي مني هيدا الشيء تما تروح العشرة دعم لاول مره بعطي 10 لانه اول مره 10 في البرنامج كله. استخدم الفيديو بكل تفاصيله بشكل ممتاز جدا جدا جدا. تستاهل. شكرا جدا. مبروك عماد وشكرا لك وبالتوفيق. شكرا جدا. شكرا جزيلا. أنا راضي تماماً عن آراء لجنة التحكيم وأتوقع علامتي هتكون 27 من 30. مرحبا، كيفكن اليوم؟ بعرفكن على حالي بالأول، أنا اسمي ماجي عون، إعلامية لبنانية. بأول صف حنحكي شوي عموميات إذا فينا نقول.
تفاجأت بشيء كتير حلو اليوم، انه صار في كلاسز عم نعملهم غير انه نحن جايين نتصور ونصور. اليوم كان معنا ميتنج مع الإعلامية ماجي عون. اليوم تعرفت الإعلامية ماجي عون، بصراحة كتير حبيتها. هلا انتوا عم تتنافسوا طبعا ببرنامج نوعا ما يعتبر فريد من نوعه بالعالم العربي، يعني على تلفزيون الآن هالبرنامج رح يكون من أول البرامج يلي عم بتقدم نجوم على السوشيال ميديا، وهذا شيء كتير مهم لأن نحن اليوم بعصر السوشيال ميديا كتير المسؤولية كبيرة، لأنه كل الناس عم تشوفكن وتقراكن وتسمعكن، وانتو حتأثروا بكتير ناس، يعني قدي مهم المضمون اللي بتكون تقدموه، يعني كتير مهم نقدر نشوفكن عم بتركزوا على الفكرة اللي بتكون تقدموها من دون ما تكونوا عم تتذكروا شو بتكون تقولوا. فبنصحكم بالأول تحملوا الكيو كاردز تقروا ما عليه، يمكن تكونوا حافظين شوي منها، فمش كل الوقت قدامكم الكيو كارد، يمكن كم ثانية على الكاميرا وكم ثانية على البطاقة قدامكم، هيدا الشيء أبدا منه عيب، وبالعكس أنا بشوفه بالأول احترام للمادة اللي عم بتقدموها. اليوم رح بيكون في معي هيدا الميكرو يلي رح أعطيكم إياه. ليش؟ لأنه بدي بلش أحكي عن فكرة كتير أساسية، كيف نتعلم ما نحكي فوق بعض، ما نقطش بعض نحن وعم نحكي. مفروض نتعلم كيف نحكي بس يخلص الآخر كلامه، نحكي بطريقة لا سريعة ولا بطيئة، بكلام مفهوم، بصوت لا عالي ولا واطي، وأهم نقطة هي إنه نحكي بس يخلص الآخر كلامه. أنا في عندي سؤال عن اللغة، إنه هلأ نحن مثلا هلأ الجروب كل واحد في عنده لهجة، فوقات تدخل هيك اللهجات على بعض، هل أفضل إن واحد يتكلم بلغة عربية فصحى ولا المشاهدين بحس حاله بعيد عنهم هيك؟ كتير مهم سؤالك، واللغة وطريقة استعمال مفرداتنا على التلفزيون هي من أهم الأمور اللي لازم نتعود عليها. مش ضروري نحكي باللغة الفصحى، نقدر نستعمل بعض التعابير باللغة الفصحى. أنا إذا لاحظتوا كيف عم بحكي، عندي دايماً كلمة أو كلمتين بجملة مؤلفة من 15 أو 20 كلمة بالفصحى. أنا لقيت هيدي اللهجة مثل ما بعض المذيعين كمان لقيوها، هي أفضل الطرق لنفهم على بعض من وين ما كنا بالعالم العربي. بس إذا منحكي لغة فصحى بكل الوقت، نحن عم نقدم موضوع بسيط عن الأزياء عن الحيوانات الأليفة منلاقيه تقيل، بينما بالوثائقي مثلا فيك تعمل نص كامل باللغة الفصحى وما حدا ينزعج، حسب كمان المادة اللي عم بتقدمها. دايما يعني طريقة اللغة والمفردات هي متعلقة بالفكرة اللي عم نحكيها. وقت هالصف خلص، شو رأيكم نحكي بالصف الجاي عن طريقة النطق، كيف منتمرن ناخد نفس قدام الكاميرا، أي متى مننهي الجملة تبعنا، لأن كتير مهم واحد كيف يتعلم تكون جملته قصيرة مفهومة ويعرف وين ينهيها. بشوفكم جمعة الجاي. الصف مع ماجي كان كتير حلو، استفدنا كتير اليوم. اليوم الدرس مع ماجي كتير كتير حبيته، وكتير هي كمان حبيتها، إنه هيك على الطبيعة طريقة حكيها وكل إشي، إنه الواحد بس يشوف ماجي إنه بقول إنه واو، إنه أنا هيك بدي أصير يوم من الأيام.